بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه النهاردة هنشوف آه خطوات استخدام آه برنامج اكزنتري او آه تراك ديجنوزيس الخاص بشاحنات مرسيدس النهاردة آه موضوع عن شاحنة من نوع جديد ممكن في ناس كتير مننا ما تعملتش معها لكن هي موجودة من ضمن البراندات او الشاحنات مرسيدس اللي هي آه مرسيدس انتوس آه انتوس ام بي فور هنشوف ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة الخطوات بداية من الشاشة اللي احنا شايفين شايفينها قدامنا اللي هي شاشة البداية بتاعة الاكزنتري لحد ما نوصل لغاية الكنترولات بتاعتنا والفولت او الايرز الموجودة عندنا وخطوات البرمجة للشاحنة والاجزاء المختلفة في الشاحنة نتابع مع بعض الفيديو وطبعا لو اول مرة تتابعنا ما تنساش دوس سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد